السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلاً وسهلاً بكم طلابي الأعزاء في مبحث اللغة العربية. ننتقل الآن إلى مهارة جديدة من مهارات لغتنا الجميلة، وهي بعنوان اللام الشمسية. والآن أعزائي الطلاب، دعونا نتعرف إلى ما سنتعلمه في هذه المهارة. أولاً، كيفية رسم اللام الشمسية. ثانياً، كيفية نطق اللام الشمسية. ثالثاً، حروف اللام الشمسية. رابعاً، أمثلة على اللام الشمسية. والآن أعزائي الطلاب، دعونا نتعرف أولاً كيفية رسم اللام الشمسية من خلال هذه الجمل وملاحظة الكلمات الملونة. الشمس مشرقة، التمر طعام مفيد، الذئب ماكر، النور ساطع، السماء صافية، الصياد ماهر. هيا نعيد سويا قراءة الكلمات الملونة. الشمس، التمر، الذئب، النور، السماء، الصياد. هل لاحظتم جميع الكلمات الملونة؟ كلها تبدأ بحرفين، هما الألف واللام، ونسمي هذين الحرفين ألف التعريف الشمسية. أما الآن طلابي الصغار، لننتقل إلى ثانيا، كيفية نطق اللام الشمسية. لذلك هيا نعيد سويا قراءة الكلمات السابقة ونلاحظ كيفية نطق اللام الشمسية. الشمس، التمر، الذئب، النور، السماء، الصياد. هل انتبهتم؟ نعم، أحسنتم، رائعون. اللام الشمسية تكتب ولا تلفظ، ويكون الحرف الذي يلي اللام دائماً مشددة. دعونا نركز أكثر في كلمة الشمس. عند لفظ كلمة الشمس، فنحن نلفظ حرف الألف وحرف الشين المشدد، الشمس. أما اللام لا نستطيع لفظها، ولا يظهر صوتها، ولكننا نكتبها، وهكذا في باقي الكلمات. والآن طلابي الأعزاء، ها قد وصلنا إلى ثالثاً، حروف اللام الشمسية. هيا نتعرف سوياً على الحروف الشمسية في اللغة العربية من خلال صديقتنا شمس، وهذه الصورة الجميلة لنلاحظ الحروف الشمسية التي تخرج من أشعتها الدافئة. هيا نقرأ هذه الحروف سوياً: تاء، ثاء، دال، ذال، راء، زاي، سين، شين، صاد، ضاد، ط، ظ، لام، نون.
نعم، بالطبع هذه هي الحروف الشمسية وعددها 14 حرفا. إذا جاءت بعد أل التعريف أحد هذه الحروف تكون أل التعريف الشمسية. والآن طلابي الأعزاء، ما رأيكم باختبار أنفسكم من خلال حل هذا التدريب؟ في هذا التدريب مجموعة من أسماء الله الحسنى، ونريد أن نختار منها الأسماء التي تبدأ باللام الشمسية ونضعها في دفتر اللام الشمسية. ولكن قبل أن أقرأ هذه الأسماء أريد أن أسألكم، كم عدد أسماء الله الحسنى؟ نعم، أحسنتم، إنها 99 اسما. أما الآن ركزوا في الأسماء التي ستظهر أمامكم: الظاهر، الخالق، الرحيم، الباسط، الشكور، العليم، الصمد، اللطيف. الآن طلابي الصغار، بإمكانكم مقارنة إجاباتكم بالصورة الظاهرة على الشاشة. أما الآن طلابي الصغار، حان الوقت لقراءة المزيد من الكلمات الشمسية: الطالبات، الثاني، الديك، اللبن. الضفدع، الرجل، الزبيب، الصلاة. ما رأيكم طلابي الصغار أن نلخص ما تعلمناه عن اللام الشمسية؟ تتكون اللام الشمسية من حرفين هما الألف واللام، وتكتب في أول الكلمة. اللام الشمسية تكتب ولا تلفظ، ويكون الحرف الذي يلي اللام حرفاً مشدداً دائماً. تدخل اللام الشمسية على الحروف 14 التي ذكرناها سابقاً. لقد انتهينا من هذه المهارة الممتعة. نرجو أن تكونوا قد استمتعتم بالنشاطات المنفذة. إلى اللقاء.